الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، أصدقاء الأطفال، يا من تتابعون شاشة تلفزيون سلطنة عمان من جميع أنحاء سلطنتنا الحبيبة، من مسندم الشموخ إلى ظفار العز، نحن نحييكم ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة، والتي نسعد فيها بالتواصل معكم وبسماع أصواتكم الجميلة من خلال المكالمات الموجودة معنا في البرنامج، فحياكم الله. حلقة تلو حلقة وبرنامجنا يزدان حسنا وألقة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، أصدقائي الأطفال، في حلقة جديدة متجددة من برنامج دفتري. أهلا بالذي أتانا بالتحية والسلام، يريد منا ترحيبا بأحلى كلام، يريد أن نرحب به للانضمام إلى برنامجنا الثري، برنامج دفتري. فحياكم الله مشاهدنا الكرام، أصدقائي الأطفال، يا من تؤنسوننا بسماع أصواتكم الجميلة ومشاركاتكم الأكثر من رائعة، فأهلا وسهلا بكم. إذن مشاهدين الكرام، مسابقاتنا كثيرة ومتنوعة وممتعة، وأيضا من خلال هذه المسابقات يا عليا ويا حوراء نحن نكتسب المعلومات، فمن خلال هذه المعلومات اللي نكتسبها يمكن تساعدنا في الاختبارات النهائية اللي نحن إن شاء الله مقبلين عليها. أيضا أنا لاحظت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أن الجميع يسأل عن كيفية المشاركة في البرنامج. اللي حاب يشارك معنا ما عليه إلا يرسل كلمة دفتري واسمه الثلاثي على الأرقام التالية 9195918120، وأكيد نحن تواصلكم وبسماع أصواتكم الجميلة. وبعد أرسالكم لهذه الرسائل راح أعطيكم من خلال الأرقام المخصصة للبرنامج أسئلة عامة، فعليكم قدر المستطاع أنكم تجاوبوا على هذه الأسئلة وإن شاء الله تشاركوا معنا في البرنامج. أعزائنا المشاهدين، أصدقائي الأطفال، نحب نذكركم بالسحوبات الموجودة عندنا. عندنا سحوبات يومية وسحوبات أسبوعية. السحوبات اليومية تصل إلى 300 ريال عماني، 300 ريال عماني موزعة لثلاث فائزين، كل فائز ياخذ 100 ريال عماني. وعندنا سحوبات أسبوعية اللي هي تكون كل سبت تصل إلى 1000 ريال عماني موزعة على فائزين، كل فائز ياخذ 500 ريال عماني. إذن أصدقائي، ساعة من الزمن نقضيها معكم مع المتعة والفائدة والمعلومات والمسابقات وكذلك الجوائز القيمة والسحوبات الأسبوعية واليومية. ورح يبتدي مشوار برنامجنا اليوم، ورح نبتدي رحلتنا لهذا اليوم بعد هذا الفاصل القصير، فخليكم مستعدين. الثقافة كلنا عمانية، بلادي يا مهجة الفؤاد.
دفتري أفكاري، في دفتري أفكاري. أهلا وسهلا بكم من جديد أصدقائي الأطفال، أعزائي المشاهدين، ونرحب بكل متابعينا اللي انضموا لمتابعتنا الآن وإلى نهاية البرنامج. ويا أصدقائي أكيد نحن نسعد بمشاركاتكم الجميلة وبسماع أصواتكم الأكثر من رائعة، ونستقبل أول اتصال ونقول السلام عليكم. مساء الخير. نستقبل أول اتصال معانا بكل حماس وبكل نشاط. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ زينة. إن شاء الله دوم تكوني زينة بخير وبصحة وبعافية. من وين تكلمينا؟ من معاي؟ أول شي عرفيني على اسمك. زينب. زينب، أهلا فيك يا زينب. من وين تكلمينا يا زينب؟ من السيب. من السيب، أهلا فيك يا زينب. زينب متابع البرنامجنا؟ أيوة. زينب أنت أول مشاركة معانا اليوم، إن شاء الله تفوزي معانا، خليك متحمسة. زينب انت معي؟ أيوة. يا زينب أي مسابقة أنت تحبين؟ لا، أي مسابقة تحبين من مسابقات برنامجنا؟ العلوم. العلوم، إن شاء الله تظهر لك مسابقة العلوم ونشوف الشاشة. أي مسابقة لزينب؟ مسابقة وطني. زينب مسابقة أيوة. وطني أيضا مسابقة جميلة، تعلمنا عن بلادنا عمان. زينب مستعدة؟ راح تظهر أيوة. لك على الشاشة أحرف مبعثرة، هذه الأحرف راح تكوني منها كلمة، هذه الكلمة ممكن تكون اسم ولاية أم اسم معلم من معالم بلادنا الحبيبة. معاي انت يا زينب؟ زينب أيوة. اكتشفي الكلمة من الحروف التالية: سين، واو، ياء، ميم، راء. وقيمة هذا السؤال 50 ريال عماني، وابتدى معاك الوقت يا زينب. زينب الكلمة تبدأ بحرف الميم، يلا أنا ساعدتك. ميم ويا، مي، مي هو اسم لحصان مشهور، يلا يا صديقتي. زينب ميسور. ميسور، والإجابة صحيحة، أحسنتي وربحتي معنا 50 ريال عماني. إذا ميسور هو اسم لحصان مشهور في السلطنة. السؤال اللي بعده: ما اسم الجهة التي يتبع لها ميسور؟ إلى أي جهة يتبع ميسور؟ أيوة. زينب إحنا قلنا هو اسم حصان. زينب قيمة هذا السؤال 20 ريال، خليك سريعة. الخيالة يا صديقتي، بقت كلمة. الخيالة، الصل، الخيالة، الصل، الخيالة العمانية، السلطانية العمانية. نشوف إذا تحتسب إجابة صحيحة أم لا. واحتسبت إجابة صحيحة وربحتي معانا 70 ريال عماني. انتبهي للوقت يا زينب. وآخر سؤال: ما اسم المكان المختص بسباقات الخيل السلطانية؟ انت من السيب صح؟ ايوه. زينب اذا ما هو المكان المختص بسباقات الخيل السلطانية؟ هو مكان في السيب، هو مكان على شاطئ السيب. العام يا صديقتي، العادي، العادي، العادية، كمليها. العادية، العادية. زينب، زينب العاديات. للأسف الإجابة صحيح كانت العاديات، ولكن الوقت انتهى معاك وربحتي معانا 70 ريال عماني. شكرا يا زينب على اتصالك. إذا بداية جميلة ومحفزة منك يا عليا، وأيضا من صديقتنا زينب، فأكيد نحن نتمنى كل المكالمات تكون بهذا التفاعل وبهذا الحماس، وذلك من خلال تفاعل المشاركين معنا. نشوف الحين إذا معنا مكالمة، ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، أعطيني اسمك الثلاثي مع القبيلة. نور بنت حبيب السكرية. أهلا وسهلا يا نور، من أي ولاية تكلمينا؟ من العامرات. من ولاية العامرات، وأكيد نحن نحيي ونرحب بجميع مشاهدينا الكرام وأصدقائي الرائعين من ولاية العامرات. جاهزة تشوفي إيش المسابقة اللي راح تظهر معنا؟ أيوة. يلا نشوف، شوفي إيش المسابقة.
مسابقة شخصيات، مسابقة جميلة. راح أقرأ عليك فقرة أو معلومة عن أحد الشخصيات المشهورة، وما عليك إلا أنك تكتشفي هذه الشخصية يا صديقتنا، ونشوف إيش تقول المعلومة. عالم موسوعي وطبيب مسلم لإسهامات كثيرة في الطب، واعتبر مكتشف الدورة الدموية الصغرى، وأحد رواد علم وظائف الأعضاء في الإنسان، حيث وضعت نظريات يعتمد عليها العلماء إلى الآن. فمن أنا؟ يلا يا صديقي شوفي خيارات. من هي الشخصية؟ راح أعطيك خيارات، هل ابن الحزم أم ابن بطوطة أم ابن النفيس؟ ابن النفيس. ابن النفيس أكيد؟ ايوه. نثبت؟ ايوه. ويا سلام عليكي، اجابتك الاجابه الصحيحه. تعرفي كيف نشوف جائزتك؟ ايوه، من خلال الصناديق. يا سلام عليكي، مثل ما قلتي من خلال الصناديق. معانا صندوق احمر واصفر وازرق. نشوف الحين، هذه هي الصناديق. احسك متابعه لنا في البرنامج، صحيح؟ سلام. ونحن نتشرف الأحمر. يلا نشوف في الصندوق الأحمر يا ترى. ونشوف الصندوق الأحمر، كم تتوقعي؟ 50 ريال. 50 ريال. ونشوف، وربحتي معانا 75 ريال عماني. إذا كان أكثر من توقعاتك. إذا نبارك لك 75 ريال عماني، مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان، وشكرا على هذه المكالمة الجميلة. معانا أكيد مكالمات أخرى ومتنوعة وممتعة وجميلة، ونشوف الحين معانا مكالمة مع زميلتي حوراء. ناخذ اتصال ونقول ألو. السلام عليكم. لا، وعليكم السلام. من معاي؟ لما. لما؟ أيوه. لما؟ حب. ايوه. من وين تكلمينا يا لما؟ من صلالة. من صلالة، حي الله بأهل صلالة. صف كم يا لما؟ سادس. سادس؟ ايوه. جاهزة للاختبارات؟ ايوه. وجاهزة للخريف؟ نعم. ممتاز يا لما. جاهزة للمسابقات مع تلعبين معنا؟ ايوه. خلينا نشوف ايش راح يكون نصيبك من المسابقات يا لما. مسابقتك يا لما مسابقة حلوة وسهلة. أول شيء، تحبين اللغة العربية؟ أيوة. فاهمة المسابقة؟ أيوة. خلينا نشوف المسابقة مع بعض. ما هي الكلمة المكتوبة في الصورة يا لما؟ ما هي الكلمة المكتوبة في الصورة؟ الغيث. الغيث، ممتازة يا صديقتي. خلينا ننتقل لجزئية ثانية وخليك بهذا الحماس. صار في رصيدك 40 ريال عماني. نشوف الجزئية الثانية، كلمة الغيث تعني المطر، القمر، الشمس؟ المطر. ممتاز يا صديقتي، خليك بهذا الحماس للجزئية الثالثة وصار في رصيدك 70 ريال عماني. ننتقل للجزئية الثالثة، كلمة الغيث مفرد، فما جمعها؟ ايش جمع كلمة الغيث يا لما؟ غيوم. ساعديني. زين أنا قاعدة أساعدك. غيوم. الغيوم هي غيث وزيديها واو في الوسط. غيوث. الغيوث، ممتاز يا صديقتي. صار معاك في رصيدك 120 ريال وشكرا على الاتصال يا لما. إذا نشكر لما على هذه المكالمة الجميلة، ومثل ما تعرفوا بكرة إن شاء الله راح نبدأ الاختبارات النهائية، فالله يوفق جميع طلبة مدارس سلطنة عمان. طيب الحين نشوف إذا معانا مكالمة ثانية.
أو ناخذ فاصل ولنا عودة مشاهدينا الكرام. للمشاركة في البرنامج أرسل كلمة دفتري عبر الأرقام التالية: عمان تل 91195، أريد 91820. وجوائزنا اليومية أكثر من 1000 ريال للمتصلين عبر مسابقات البرنامج، وأيضاً 300 ريال عبر السحب اليومي لثلاثة فائزين، وكذلك سحب أسبوعي على 1000 ريال لفائزين. إذن قطار برنامج دفتري ما زال يخبئ الكثير من المفاجآت، من مسابقات، من مكالمات، وأيضاً من معلومات مفيدة ومتنوعة. وخلنا الحين نشوف مكالمة ونقول مساء الخير. مساء النور. أهلاً وسهلاً، كيف الحال؟ الحمد لله. دوم إن شاء الله. أعطيني اسمك الثلاثي مع القبيلة. هيا بنت آمن الحسينية. حيا الله بهيا. هيا، من أي ولاية تكلمينا؟ ولاية سمائل. ولاية سمائل، ولاية سمائل لها لقب إذا تعرفي، إيش هو؟ ولاية سمائل أو سمائل فيها نخلة الفرض الفيح. طيب يا هيا، ممتازة يا هيا. جاهزة تشوفي إيش المسابقة اللي راح تظهر معانا؟ يا هيا. نعم. بالفعل يا هيا، هي يطلق عليها اسم الفيحاء. يا سلام عليكي، إذا أنت عندك ثقافة عامة عن سلطنتنا الحبيبة، ما شاء الله عليك يا هيا. يلا نشوف إيش المسابقة اللي راح تظهر لك. يلا نشوف يا هيا. هيا أنت معانا يا هيا؟ نعم. أنت معانا مركزة؟ أيوة. والمسابقة اللي ظهرت لك هي مسابقة إيش؟ العلوم. مسابقة العلوم، ويلا نشوف هذه المسابقة. إذن هي من أجمل المسابقات الموجودة معانا في البرنامج، وذلك يعني من خلال اختيار المشاهدين الكرام وأصدقاء الأطفال، لأنها أجمل مسابقة من وجهة نظرهم. يعني نشوف الحين المسابقة. المسابقة قيمة المسابقة بشكل كامل 120 ريال عماني، ولكل مصباح 30 ريال عماني يا هيا. ويلا نشوف السؤال الأول. هذا الحين ظهر لنا السؤال: المنطقة التي تتميز بالدفء والجو الرطب وغزارة الأمطار وثبات درجة الحرارة طوال العام هي؟ المناطق الصحراوية، الغابات الاستوائية، أم المحيطات؟ الغابات الاستوائية. أكيد. أيوة. نشوف يا هيا، وهذا الوقت يمر معاك، الوقت إذا حابت تغيري الإجابة. خلاص نثبت؟ أيوة. والإجابة إجابة صحيحة يا هيا، ممتازة. شوف السؤال الثاني إيش يقول. في رصيدك الحين 30 ريال عماني. غابة الأمازون تقع في البرازيل، بريطانيا، أم ماليزيا؟ أين تقع غابة الأمازون؟ البرازيل. أكيد البرازيل؟ أيوة. ويا سلام عليك يا هيا، إجابتك الإجابة الصحيحة. إذن أنت بهذا وفرتي طاقة وأيضا وفرتي مال في رصيدك الحين 60 ريال عماني. نشوف السؤال اللي بعده: أشجار المطاط توجد في بيئة الغابات الاستوائية، الغابات المعتدلة، أم الصحراء؟ والوقت يمر، وضح لي أكثر. أشجار المطاط يعني في نوع من الأشجار اسمه أشجار المطاط، في أي بيئة تنمو هذه الأشجار؟ بيئة الغابات الاستوائية، أم الغابات المعتدلة، أم الصحراء؟
الأولى الغابات الاستوائية. الغابات الاستوائية، ممتازة يا هيا، إجابتك الإجابة الصحيحة. كم صار في رصيدك؟ 90 ريال عماني، ممتازة يا هيا. نشوف السؤال اللي بعده. الموطن الطبيعي للنمر هو الغابات الاستوائية، المناطق الصحراوية، أم المحيطات؟ يا نفس الإجابة الماضية، الغابات الاستوائية. الغابات الاستوائية، يا سلام عليكي. ما في المحيطات يعيش النمر؟ لا. ممتاز يا هي، كيف النمر يعيش المحيطات؟ إذا إجابتك الإجابة الصحيحة وصار في رصيدك أو ربحتي معانا 120 ريال عماني مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان. صراحة حبيت التركيز الكبير والتفاعل من صديقتنا. هيا نشوف الحين مكالمة ثانية مع زميلتي حوراء. ناخذ اتصال ونقول ألو. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. من معاي؟ سارة سلطان الشبلي. مين؟ سارة سلطان الشبلي. سارة؟ نعم. سالم، من وين تكلمنا يا سالم؟ سارة. سارة. سارة، من وين تكلمينا يا سارة؟ ولاية إبرة. ولاية إبرة، صف كم يا سارة؟ 9. جاهزة للاختبارات بكرة؟ نعم. بديتي تراجعين؟ نعم. الله يوفقك ويوفق زميلنا يزيد معاك. جاهزة للمسابقات؟ نعم. خلينا نشوف إيش راح يكون نصيبك من المسابقات يا سارة. مسابقتك يا سارة، أول شيء تحبين اللغة العربية؟ نعم. شاطرة فيها؟ نعم. يلا خلينا نشوف المسابقة مع بعض على الشاشة. فاهمة المسابقة يا سارة؟ فهمتها. إنزين خلينا نشوف المسابقة مع بعض. ما هي الكلمة المكتوبة في الصورة؟ يملك. يملك؟ لا، هذه كاف. يا ميم كاف. يمكث. يمكث. يمكث، ممتاز صديقتي. خلينا نشوف السؤال الثاني. وصار في رصيدك 40 ريال عماني. الجزئية الثانية تقول يا سارة، كلمة يمكث تعني يقيم، يتحرك، يسافر. يقيم. متأكدة يا سارة؟ متأكدة. خلينا نشوف إجابتك إذا كانت إجابة صحيحة. ممتازة يا سارة، خليك بهذا الحماس وصار في رصيدك 70 ريال عماني. وننتقل للجزئية الثالثة والأخيرة، والسؤال يقول، وما عكس كلمة يمكث؟ يغادر. يغادر، ممتازة يا صديقتي. يغادر أو يرحل، ممتازة يا سارة، خليك بهذا الحماس دائما وخليك باكر بعد تكونين نشيطة في الاختبارات. صار في رصيدك يا سارة 120 ريال عماني، وشكرا على الاتصال. إذا مشاهدينا الكرام وأصدقاء الأطفال، مسابقاتنا متنوعة، وأكيد من خلال هذه المسابقات مثل ما قلنا لكم دائما نحن نكتسب المعلومة. واللي حاب يشارك معنا في البرنامج ما عليه إلا يرسل كلمة دفتري واسم الثلاثي على عمانتل 911195 وريدو 918-220. نكمل المكالمات. وأكيد يا زميلي ننبه أصدقائنا لما يشاركوا معانا يقصروا على صوت التلفاز ويسمعونا من سماعة الهاتف ويكونوا أمام التلفاز عشان يشاركوا معانا وعشان يفوزوا بكل مسابقاتنا المتنوعة. صحيح. ونستقبل مكالمة أخرى ونقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم، مساء الخير. عليكم السلام. أهلا، منو معاي؟ فاطمة ناصر اسمي. أهلا يا فاطمة، من وين تكلمينا يا فاطمة؟ من الصويف. أهلا فيك وأهلا بكل أهلا بكل أهالينا من ولاية الصويف. فاطمة صف كم؟ ثالث. صف الثالث؟ ثالث ولا ثاني؟ يا صديق فاطمة علي صوتك عشان أسمعك. صف الثالث. تكلمي بصوت عالي. صف الثالث. صف الثالث يا فاطمة، تتابعين أنت دايما؟ نعم. تتابعي برنامجنا دايما؟ أي مسابقة تحبي؟ كلها. ما شاء الله عليك يا فاطمة. إنزين نشوف الحين إيش راح يكون نصيبك من المسابقات، يعني راح تفوزي معانا دامنك تحبي
مسابقاتنا. ونشوف يا فاطمة الشاشة، ظهرت لك مسابقة وطني. مسابقة وطني، فاهم المسابقة يا فاطمة؟ نعم. شاطرة يا فاطمة. ونشوف الأسئلة، راح تظهر لك أحرف مبعثرة وتكوني منها كلمة. يلا يا فاطمة اكتشف الكلمة من الحروف التالية. قيمة هذا السؤال 50 ريال عماني. حاء ألف لام ميم زاء. الحزم. وإجابتك صحيحة، أحسنتي وربحتي معانا 50 ريال عماني. شطورة يا فاطمة. ننتقل للسؤال اللي بعده. في أي ولاية يقع حصن الحزم؟ يلا يا صديقتنا، يلا يا فاطمة، في أي ولاية؟ قيمة هذا السؤال 20 ريال عماني. الرستاق. الرستاق. ونشوفي، متأكدة؟ والإجابة صحيحة وربحتي معانا 70 ريال عماني. وادي مشهور في الرستاق، قيمة هذا السؤال 30 ريال عماني. وادي مشهور جدا، وادي الحو. يلا يا فاطمة. الحوقان. أحسنتي، وادي الحوقان، وربحتي معانا 100 ريال عماني. فاطمة انت بعدك معانا؟ فاطمة؟ فاطمة، ولاية الرستاق أين تقع؟ في أي محافظة؟ في جنوب الباطنة. في جنوب الباطنة، أحسنت يا فاطمة، ومبروك عليك 100 ريال عماني، وشكراً على اتصالك. وراح نطلع فاصل قصير، وبعدها راح نستكمل بقية مسابقاتنا، وراح نستكمل مشوار برنامجنا، فخليكم قريبين منا ولنا عودة. للمشاركة في البرنامج ارسل كلمة دفتري عبر الأرقام التالية: عمان تل 91195، أريدو 91820. وجوائزنا اليومية أكثر من 1000 ريال للمتصلين عبر مسابقات البرنامج، وأيضاً 300 ريال عبر السحب اليومي لثلاثة فائزين، وكذلك سحب أسبوعي على 1000 ريال لفائزين. هذه هي تذكير بأرقام التواصل معنا في البرنامج، وأيضا تذكير بالسحوبات الموجودة معنا، ألا وهي معنا السحب اليومي اللي هو 300 ريال عماني مقسمة على 3 فائزين، كل فائز له 100 ريال عماني، والسحب الأكبر السحب الأسبوعي اللي هو على 1000 ريال عماني مقسمة على فائزين، كل فائز له 500 ريال عماني. إذن هذه هي السحوبات الموجودة معنا في البرنامج. يوم السبت إن شاء الله راح يكون معنا السحب الأسبوعي عليا بإذن الله، ونتمنى لكل أصدقائنا اللي شاركوا معنا واللي يرسلوا رسائل إن يفوزوا معنا، سواء كانت في المسابقات اليومية أو بالسحوبات الأسبوعية أو اليومية. أكيد يا عليا. ناخذ مكالمة الحين، معنا مكالمة جديدة. أنا نقول السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ بخير الحمد لله. أعطيني اسمك الثلاثي. حميد حمد المعمري. اهلا وسهلا يا حميد، من اي ولايه تكلمنا؟ عمرات. من ولايه العمرات. حميد صايم؟ ايوه. تقبل الله يا حميد. حميد، ايش الاشياء اللي تحب تسويها في رمضان؟ اقرا القران. قراءه القران، وايضا الصلاه. الصلاه، وتمارس الرياضه؟ ايوه. يا سلام عليك يا حميد. طيب جاهز تشوف ايش المسابقات، ايش المسابقه اللي راح تظهر لك من خلال مسابقات البرنامج؟ نعم. يلا نشوف. نشوف دفتر البرنامج وهو يقلب صفحاته. مسابقة
الشخصيات، علماء وشخصيات أيضا مسابقة جميلة. راح أقرأ عليك معلومة، من خلال هذه المعلومة وهذه الفقرة تستخرج أو تكتشف من هي الشخصية اللي أنا أتكلم عنها. جاهز يا حميد؟ نعم جاهز. يلا نشوف. عالم فيزيائي اشتهرت بأني بأبي النسبية، كوني واضع النسبية الخاصة والنسبية العامة الشهيرتين اللتين كانتا اللبنة الأولى لفيزياء النظرية الحديثة. ربحت جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921 لتفسير التأثير الكهروضوئي. إذن من أنا يا صديق حميد؟ ربحت جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921 لتفسير التأثير الكهروضوئي. أحمد دوين. من هو يا صديق حميد؟ لا، غير الإجابة. هل هو نيوتن أم ألبرت أينشتاين؟ ألبرت أينشتاين. أينشتاين أكيد؟ أكيد. يمكن يكون نيوتن. أكيد خلاص مثبت؟ أيوه. ممتاز يا حميد، إجابتك الإجابة الصحيحة. الشخصية اللي تكلمنا عنها هي ألبرت أينشتاين، وجائزتك راح تكون من خلال المكعبات أو المجسمات أو الصناديق الموجودة معانا. معانا الصندوق الأصفر والأزرق. خلاص الأحمر تم اختياره. نشوف الحين هذه معانا المجسمات، اختار الأصفر. الأصفر. نشوف يا حميد، وكم تتوقع في هذا الصندوق؟ 50 ريال. 50 ريال. لا، روح فوق بعدك فوق. يه. إذا نبارك لك يا صديق حميد 100 ريال عماني مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان، ونشكرك على هذه المشاركة الفعالة. طيب يا عليا ويا حواء، نشوف كم في الصندوق يا ترى. 50 ريال عماني. إذا في الصندوق معانا 50 ريال عماني. نشوف إذا معانا الحين مكالمة ثانية يا حوراء، تفضلي. ناخذ اتصال ونقول ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين اسم من معاي؟ مؤثر بن عبد الله بن ناصر المنظيري. مين؟ مؤثر بن عبد الله بن ناصر المنظيري. مؤثر، ما شاء الله اسمك جميل يا مؤثر. صف كم يا مؤثر؟ صف الخامس. صف الخامس، جاهز للاختبارات؟ ايوه. ممتاز يا مؤثر، من وين تكلمنا؟ من ولاية صور. من ولاية صور، ممتاز يا مؤثر، جاهز للمسابقات؟ نعم. ايش احلى مسابقة عندك؟ العلوم. مسابقة العلوم، ان شاء الله تطلع لك مسابقة العلوم. خلينا نشوف ايش راح يكون نصيبك من المسابقات. طلعت لك مسابقة العلوم يا مؤثر. حافظ تعرف ايش المسابقة؟ نعم. زين، خلينا نشوف المسابقة مع بعض يا مؤثر. المسابقة يا مؤثر قيمتها 120 ريال عماني، لكل إجابة صحيحة يا مؤثر تحصل 30 ريال عماني، بس لازم تكون سريع معي، خلاص؟ نعم. زين يا مؤثر، خلينا نشوف أول سؤال. تحدث ظاهرة الليل والنهار نتيجة دوران القمر حول الأرض، الأرض حول الشمس، الأرض حول محورها؟ الأرض حول محورها. الأرض حول محورها؟ ما الأرض حول الشمس؟ لا. خلينا نشوف إجابتك يا مؤثر. ممتاز، وبكذا أنت وفرت طاقة وصار في رصيدك 30 ريال عماني. وننتقل للسؤال الثاني. تكمل الأرض دورة واحدة حول محورها كل 24 ساعة، 6 ساعات أو 12 ساعة؟ 24 ساعة. 24 ساعة متأكد؟ نعم. ما 6 ساعات؟ لا. خلينا نشوف إجابتك يا مؤثر إذا كانت صحيحة أو لا. ممتاز يا صديقي، وبكذا طفى المصباح وصار في رصيدك 60 ريال عماني. وننتقل للسؤال الثالث. المصباح يقول عند دوران الأرض 4 مرات متتالية حول محورها ينتج لنا 4 فصول، 4 أيام أم 4 أشهر؟ 4 فصول. 4 فصول متأكد؟ نعم.
ما تخليها أربعة أيام؟ لا. متأكد؟ متأكد. خليها أربعة أيام؟ لا. إيش؟ إيش إجابتك؟ أربعة فصول. أربعة فصول؟ هو مصر على الإجابة وإجابتك إجابة خاطئة يا مؤثر، هو أربعة أيام. ننتقل للمصباح الرابع، والسؤال يقول: نستطيع أن نشبه الأرض بالكرة الضخمة الممتصة، الضخمة المجوفة، أم الكرة الصغيرة؟ خليك مركز. الضخمة الممتصة أم الضخمة المجوفة؟ الضخمة المتمدد. ها؟ الضخمة الممتصة؟ نعم. ممتاز يا مؤثر، إجابتك إجابة صحيحة، صار في رصيدك 90 ريال عماني. انت هنا وفرت طاقة، وفرت في رصيدك 90 ريال عماني، وشكرا على الاتصال. ناخذ مكالمة جديدة مباشرة يا حوراء، ونشوف معانا مكالمة. نقول السلام عليكم. ناخذ عليكم السلام. يلا نشوف مكالمة. نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ ايه ان شاء الله دوم تكوني بصحة وبخير وعافية. من معاي؟ محمد علي. محمد، اهلا يا يا محمد. محمد صف كم يا محمد؟ رابع. صف الرابع. محمد تتابع البرنامجنا؟ انت متابع؟ نعم. كل يوم تتابعنا؟ زين يا محمد، استفدت من مسابقاتنا؟ استفدت من المسابقات اللي نسويها كل يوم؟ نعم. يعني استفدت معلومات جديده. اذا محمد راح نشوف ايش راح يكون نصيبك من المسابقات. محمد؟ نعم. انت معاي مستعد؟ نعم. خليك نشيط، وظهرت لنا مسابقة لغتنا. محمد؟ ها؟ كيفك مع اللغة العربية؟ تمام. ممتاز يعني. ونشوف الشاشة، راح تظهر لك كلمة مرسومة بالخط العربي وعليك تقراها. كلمة سهلة، ما هي الكلمة المكتوبة في الصورة؟ يلا ساعدتك يا محمد. العرب. العرب. بعدين حرف الدال، بعد العين حرف الدال. العذب. العذب. يا سلام عليك، وإجابتك صحيحة، وربحت معانا 40 ريال عماني. وننتقل للسؤال اللي بعده. كلمة العذب تعني الحلو، العسل، أم المر؟ راح أساعدك يا محمد. الحلو. أي، والإجابة نشوف صحيحة. أحسنت، كلمة العذب تعني الحلو، وربحت معانا 70 ريال عماني. ممتاز يا محمد، بقى لك سؤال واحد. وما مضاد كلمة العذب؟ مضاد كلمة العذب؟ أعطوني خيارات. أنا راح أساعدك محمد. إذا أنا قلت الماء عذب، إذا كان الماء غير عذب، إيش نقول عن الماء إذا كان غير عذب؟ ماء البحر. ماء البحر إيش نسميه؟ عكر. عكر. ماء مالح أم ماء عذب؟ ساعدتك. مالح. مالح. أحسنت يا محمد، وربحت معانا 120 ريال عماني. إذا مضاد كلمة العذب المالح. ممتاز يا صديقنا، وشكرا على اتصالك. وأكيد أصدقائي نحن مستكملين بقية فقراتنا ومسابقاتنا المتنوعة، ولكن راح نطلع فاصل قصير وبعدها لنا عودة. Thank you.
أفكاري لدفتري أفكاري كرة ماضي داري على وديك ويانا لدفتري أفكاري جوائز ومسابقات بعضهم تجارب بالحياة علماء بروع الصفات لدفتري أفكاري دفتري أفكاري حيا بنا المثقفة كلنا نبني محبة بلادنا في دفتري أفكاري هيا بنا هيا بنا نبني محبة بلادنا نكبر بعلم ومعرفة نحيي الثقافة كلنا عماني يا بلادي يا مهجة الفؤاد بحبنا نغني دفتري أفكاري في دفتري أفكاري دفتري أفكاري حياكم الله مشاهدينا الكرام وأصدقاء الأطفال نحن أكيد نتمنى دائما تفاعلكم معنا في البرنامج المقصود في برنامج دفتري هو مش اختبار ولا أسئلة هو مجرد متعة مع أصدقائنا الأطفال نكتسب معلومة جديدة أيضا نعرف كيف نحن نستهلك في أو نرشد في استخدام الكهرباء نرشد في استخدام الطعام مثلا خاصة الحين في شهر رمضان يعني نشوف مثلا في البيوت يعني كثروا من طبخ الطعام فهذا شيء يعني هو جميل لكن يعني ما محتاجين إذا صار طعام كثير معاكم زين أن نعطي لإفطار صائم لبعض المحلات مثلا للعمال اللي يشتغل في المحلات فهذا الأشياء الجميلة اللي نحن من الممكن أن نستخدمها في إذا زاد معانا الأكل في البيت طيب الحين إذا نشوف إذا معانا مكالمة ونستمتع مع أحد أصدقائنا الأطفال أيضا يا زميلي يزيد من الجميل أن دائما نطبخ على قدر حاجتنا وأيضا نستخدم الكهرباء على قدر حاجتنا صحيح. إذا مسابقة العلوم تعلمنا كيفية استهلاك الطاقة بالطريقة الصحيحة أو كيفية الترشيد في استهلاك الطاقة وكذلك تعلمنا سرعة بديهة وكيف أن نجاوب على الأسئلة بطريقة سريعة وكيف نحافظ على المبالغ اللي موجودة معانا أكيد. ومسابقة وطني كذلك تعلمنا معلومات جميلة عن بلادنا الحبيبة وتعلمنا عن معالم جديدة ولايات السلطنة ومحافظات السلطنة إذا مسابقاتنا هي ليست فقط تحدي بل هي تعطينا الفائدة بس بطريقة جميلة وبسيطة جدا صحيح وهذا سبب يعني حب المشاهدين وأصدقائنا الأطفال لمسابقة العلوم وأيضا معنا نستفيد من جميع المسابقات الموجودة في البرنامج كانت مسابقة وطني مسابقة لغتنا مسابقة لغتنا مثلا مسابقة لغتنا إيش نستفيد منها يا حوراء مسابقة لغتنا يا يزيد نستفيد منها بعض الكلمات صحيح يعني في كلمات نحن نعرفها بس ما نعرف معانيها نعرفها بس ما نعرف عكسها نعرفها بس ما نعرف مرادفها صحيح. فهذا شيء جميل ان احنا نتعلم او نعرف كل كلمه ايش مرادفها وايش عكسها وايش تعني اذا هذا الشيء اللي نستفيد من في مسابقه لغتنا ماذا عن مسابقه وطنيه عليا مسابقه وطنيه مثل ما قلت لك يا يزيد ان تعلمنا معلومات عن ولايات سلطنه عمان وايضا باجمل ما تزخر به هذه الولايات صحيح. ولغتنا كذلك تعلمنا الخط العربي لان الكلمه مكتوبه عندنا بالخط العربي الخط العربي خط جميل جدا فنتعلم كيف نقرا الخط العربي وايضا يا عليا ما ننسى مسابقه علماء نحن نستفيد من خلال هذه المسابقه ان نعرف الانجازات اللي سواها احد العلماء او احد الشخصيات المشهوره كانت عمانيه او كانت غير عمانيه معانا مكالمه الحين نقول السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله اعطيني اسمك الثلاثي مع القبيله جهاد مبارك خلفان الشامي عفوا اعطيني اسمك جهاد مبارك خلفان الشامي اهلا وسهلا يا جهاد من اي ولايه تكلمنا
من قريات. من ولاية قريات. أكيد نحن نحيي ونرحب بكل أهالينا وأخواننا وأحبانا في ولاية قريات. طيب جاهزة تشوف إيش المسابقة اللي راح تظهر معاك؟ مسابقة العلوم. أنت تريد مسابقة العلوم؟ نعم. نشوف يا جهاد. هذا الدفتر يقلب صفحاته. مسابقة وطني أيضا يا جهاد، ما عليه، مسابقة جميلة نستفيد منها أن نعرف أحد المعالم أو المناطق أو الولايات الموجودة معنا في سلطنتنا الحبيبة. ويلا نشوف المسابقة. هذا السؤال الأول يا صديقي، اكتشف الكلمة من الحروف التالية. عندك حروف مبعثرة، من خلال هذه الحروف كون لي كلمة. وقيمة السؤال 50 ريال. ويلا يا جهاد، الحرف الأول باء والثاني طاء. يلا. بطولة. بطولة، ممتاز يا صديقي جهاد، جابت الإجابة الصحيحة. كان في رصيدك 50 ريال عماني، ممتاز يا جهاد. نشوف السؤال الثاني. من هو بطل كأس جلالة السلطان المعظم 2019 في كرة القدم؟ من هو صاحب كأس جلالة السلطان المعظم 2019؟ صور. ولاية صور، نادي صور، ممتاز يا صديقي جهاد. إذا صار في رصيدك 70 ريال عماني. السؤال الآخر، السؤال الأخير. طيب صور حصل على البطولة أو جاب المركز الأول، مع من كان يلعب نادي صور؟ أو من صاحب المركز الثاني؟ مع فنجا. مع فنجا أكيد؟ نعم. يا أخي أنا أحسك كنت متابع المباراة. متابع المباراة؟ أيوة. ما شاء الله عليك يا جهاد، أنت تحب كرة القدم؟ نعم. وتمارس كرة القدم الحين في هذه الأيام أو الحين اختبارات تراجع بعد الاختبارات إن شاء الله؟ طيب يا صديقي شهاد، نحن نشكرك على مشاركتك الفعالة معنا. ومشاهدينا الكرام وأصدقاء الأطفال، هكذا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، انتهت المسابقات الموجودة معنا في البرنامج. نشوف الفرز أو اللحظة الحاسمة الموجودة معنا في البرنامج، هذه اللحظة اللي ينتظرها كل المتابعين. قبل ما نروح للسحب خلينا نشوف أسماء الفائزين وبعدها راح نشوف الفرز. هذه أسماء الفائزين معانا في البرنامج. إذن مبارك لجميع الفائزين إذن مشاهدينا، نبارك لجميع الفائزين معنا ونشكر جميع المتصلين واللي شاركوا معنا في مسابقاتنا اليومية. والحين حان الوقت الحاسم، وقت السحوبات اليومية، نسحب فيها على 300 ريال عماني، وكل 100 ريال عماني تذهب إلى رقم واحد. إذن كل صاحب رقم يحصل معنا 100 ريال عماني، ونشوف أول فائز معنا ب 100 ريال عماني. وأول رقم نبارك لمن؟ نبارك لصاحب رقم من؟ الرقم الأول، وها هي الأرقام تتقلب والأرقام تدور، وكالعادة معانا مشاركين كثر. وأول رقم، منتظرين مترقبين هذه اللحظة. والرقم الأول 9626054 8. ومبروك لصاحب الرقم 9626054 8. مبروك عليك 100 ريال عماني. ونشوف الرقم الثاني يا يزيد. نشوف الرقم الثاني يا عليا، ومن سعيد الحظ اللي راح يربح معانا 100 ريال عماني. اكيد الحين الكل ينتظر.
هو صاحب الحظ السعيد. إذا نبارك لصاحب الرقم 99480705 99480705 ريال عماني، مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان. نشوف الرقم الثالث، ومن يا ترى صاحب الرقم الثالث؟ كلنا منتظرين. نشوف الحين الرقم الثالث، المية ريال الأخيرة حق مين تكون؟ الأرقام كثيرة والمشتركين كثار. الرقم هو 97133386. ألف ألف مبروك لصاحب الرقم 97133386. ألف ألف مبروك لصاحب هذا الرقم، المية ريال الأخيرة. أعزائنا المشاهدين، أصدقائي الأطفال، ها قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا، استمتعنا معاكم، وإن شاء الله بكرة نلتقيكم في حلقة جديدة وفي مسابقات جديدة ومعلومات جديدة، وخليكم منتظرين غدا إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله. إذن مشاهدين الكرام، أصدقائي الأطفال، كل عبارات الشكر والتقدير نزفها إليكم على متابعتكم لنا هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء بكم، دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن انتهت رحلتنا لهذا اليوم، والتي تجولنا فيها بين أربع المسابقات وأجمل الجوائز والصحوبات اليومية. وإذن أصدقائي، كل هذا كان بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ومن ثم بفضل مشاركاتكم الجميلة والطيبة، فدمتم سالمين ودمتم نجوما ساطعة في سماء برنامجنا الثري، ونلتقي بكم غدا بإذن الله في نفس الموعد، وإلى اللقاء. في دفتري، في دفتري، في دفتري، في دفتري، في دفتري، في دفتري، أفكاري تراث ماضي داري، أحلى وقت ويانا في دفتري أفكاري، جوائز ومسابقات، معظم تجارب في الحياة، علماء بل وعصفة في دفتري أفكاري.